ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر، هذا هو الأسبوع السابع. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنناقشها وندرسها خلال هذا الأسبوع في حصة التربية الوطنية. كونوا معي. كما يظهر أمامكم العلاقات الأردنية العربية، المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية. الغرض من جامعة الدول العربية توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها وتنسيق خططها السياسية، تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها. إذن هي تعنى بأن تكون العلاقات العربية علاقات قوية، وأيضاً تنسق خطط سياسية فيما بينها حتى يتم التعاون بين الدول العربية. انظروا هذه الحوار. جلس الأب مع أسرته لمشاهدة نشرة الأخبار على شاشة التلفاز. كان يتابع باهتمام خبر القمة العربية المنعقدة في عاصمة دولة عربية، وتحدث مذيع الأخبار عن التضامن العربي وأهميته للشعوب العربية، فكان الحوار الآتي: الحوار بين نور وأبيها. تقول: ماذا يعني التضامن العربي؟ التضامن العربي هو تعاون الدول العربية ومساندتها لبعضها البعض لما فيه مصلحتها المشتركة عن طريق الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية في مختلف الميادين. هنا بتول تدخلت لتقول: ما العوامل التي تؤدي إلى تضامن عربي؟ الأب: إن التضامن يا بنيتي بين العرب الذي يجمعهم عوامل مشتركة مثل اللغة، الثقافة، التاريخ المشترك، المصالح والآمال المشتركة. هل توضح لنا أهمية التضامن العربي؟ التضامن العربي مهم لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للدول العربية وتعزيز الهوية العربية المشتركة وحماية المصالح المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية. هنا الأردن قامت منذ تأسيسها عام 1921 على التضامن العربي المستند على أسس النهضة العربية الكبرى ومرتكزاتها التي كانت قادها الشريف الحسين بن علي. أهمها كان وحدة العرب، استقلالهم، حريتهم، التعاون فيما بينهم. ولنتعرف هذه المرتكزات، انظر إلى هذا الشكل. المرتكز الأول كان في مبادئ الثورة العربية الكبرى، بعدها جاء نص دستوري، وبالطبع هذه المصالح الأردنية الوطنية. البطاقات الآتية سنتأملها: المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة، ملكها لا يتجزأ ولا ينازل عن شيء منه، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية، ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي. جامعة الدول العربية هي منظمة إقليمية تضم دولاً عربية، هي آسيا وإفريقيا، تهدف إلى التعاون بين الدول الأعضاء في الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية. تأسست عام 45 و900 و1000 للميلاد. كان الأردن من الدول العربية المؤسسة في عهد الملك المؤسس عبد الله الأول ابن الحسين. وقع الأردن اتفاقية الضمان الجماعي العربي والدفاع العربي المشترك في عهد الملك طلال ابن عبد الله عام 51 و900 و1000 بهدف تنسيق الجهود العربية في المجالات الاقتصادية والدفاعية. أيضا وقع الأردن اتفاقية التضامن العربي بين مصر وسوريا والأردن عام 57 و900 و1000 في عهد الملك الحسين بن طلال بهدف حفظ الأمن والسلام وفقا للمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية. هذا هو عرض سريع لما سنتناوله خلال هذا الأسبوع، الأسبوع السابع. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.